أوس اثنان ناقص أوس اثنان راهي أوس اثنان ناقص بيوس اثنان هي بيوس اثنان. يعني دائما غيبقى نفس القيم. يعني دائما هذا الأوس اثنان كيحيد لي ناقص تو سامبلوم. هذاك الشيء كنقول لكم أنهم متساوي بيان. دونك بيان سيغ شنو عندنا مازال خاصي دونك بيان سيغ شنو غادي نقدر نقول لكم على المعيار. المعيار بيان سيغ دائما موجب. اوكي دونك موجب دائما. مثلا فاش كنقول لك المعيار ديال زاد اس ان كيساوي تو سامبلومون المعيار ديال زاد الكل اس ان. اوكي لكل ان بيان سيغ ينتمي الى ان. اوكي بيان سيغ راه زاد اس صفر راه كيساوي واحد. زاد اس صفر كيساوي واحد. بيان بيان سيغ الموديل لا كان زاد كيساوي صفر فهاد السي الموديل ديال زاد كيساوي صفر فان زاد يساوي كذلك الصفر. يعني الموديل بوكو هادشي كيساوي صفر باسكو لاحظ معايا لا كان الموديل كيساوي صفر يعني جذر مربع اوس اثنان زائد بي اوس اثنان كيساوي صفر. نكتب لكم هادشي ماشي مشكل باش تتعلموا يعني شويه بحال هاد الامور. دونك فاش كنقول الموديل ديال زاد يساوي صفر يعني هادشي يكافي ان جذر مربع اوس اثنان زائد بي اوس اثنان يساوي صفر. هاد العدد موجب يعني الغاسين يعني نحيدو يعني اوس اثنان زائد بي اوس اثنان كيساوي صفر. شوف معايا جوج ديال الاعداد الموجبه كيساوي صفر يعني شنو كيستلزم؟ يستلزم ولا يكافي ان ا كيساوي صفر و بي يساوي صفر ديريكتوم. اوكي باسكو بيان سيغ الا كانوا جوج ديال الاعداد موجبين دونك راه ما يمكنش يكون الجمع ديالهم كيساوي صفر الا الا كانوا بجوجهم كيساوي صفر. بجوجهم كيساوي صفر و ماشي او و بيان. دونك يعني كيستلزم ان زاد الا كان ا كيساوي صفر و بي يساوي صفر فان زاد يساوي صفر. دونك بيان سيغ عندنا زاد زائد مثلا الموديل ديال زاد زائد الموديل ديال زاد بخيم مثلا جوج ديال مثلا لكل زاد وزاد بخيم من سي. اوكي دونك الموديل ديال لا صوم راه كتكون صغار او يساوي لا صوم ديال لي موديل يعني المعيار ديال زاد زائد المعيار ديال زاد بخيم. اوكي المعيار هو الموديل تو سامبلومون المعيار هو الموديل ديال يعني الكسيس كنكتب لكم هذاك الشيء حيت بعض المرات كنقول هذاك الشيء بالفرونسي وكاين اللي ماغي يفهمني الكسيس كنكتب لكم هنا بالضبط عقلوا عليه بالفرونسي حيت هذا الشيء غتحتاجوه من بعد ديال دونك زاد زائد زاد بخيم يعني انفيريور غادي بيان سيغ لينيغاليتي تريونغولير. اوكي اولا المتفاوته المثلثيه لينيغاليتي تريونغولير غادي عقلوا عليها راه عطيتكم البرهنه ديالها في الدروس السابقه البرهنه اللي نجات. اوكي كذلك عندنا زاد في زاد بخيم الموديل ديال زاد في زاد بخيم تو سامبلومون كيساوي هاد المره الموديل ديال زاد الموديل ديال زاد بخيم هادي توجور فغي البرودوي كتكون عندنا متساويه في 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 لاسون في الجمع كتكون عندنا متفاوته اتونسيون ديال دونك شنو اخر مثلا القسمه زاد بخيم مثلا يخالف صفر فان الموديل ديال زاد مقسوم على الموديل ديال زاد بخيم كيساوي تو سامبلومون الموديل ديال زاد مقسوم على الموديل ديال زاد بخيم. بيان دونك يعني قواعد بسيطة ديمونستراسيون مكيلاش باسكو هادشي كامل فاسيل ساهل بزاف. هادي باغ اكزومبل هادي راه فاسيل. اوكي يعني هادشي باغ اكزومبل غير هادي باريكيونس تمونتريها يعني بالترجع. اوكي هادشي يعني مكيلاش نضيعو فيه الوقت باسكو يعني ساهل بزاف حاولو نتوما ديروه باش منضيعوش فيه الوقت. اوكي هادي ريكيرونس هنا غادي تجي تعوض مثلا. اوكي دونك تعوض بيان سيغ مثلا زيد تعطي ا بليس اي بي وزيد بخيم تعطي اكس بليس اي اي ايكغيك وتحسب بيان سيغ الخارج راه عرفنا كيفاش نخدمو الخارج اولا القسمه ومن بعد نحسب الموديل اولا المعيار ديال الخارج وتحسب عاوتاني هذا وهذا وتلقى المتساويه هنا كذلك تلقى متساويين هنا كذلك بيان سيغ بيناها هنا ملي كتخدم كتلقى فغي في ار وفي الزيد. اوكي يعني ماشي مشكل بيان سيغ كاين بعد المتطابقات الهامة. اوكي لي دونتيتي روماركابل دونك يعني متطابقات هامة حاولوا يعني واحد في الياف ديال واحد البي دي اف واحد الفيديو دير فيه بيان سيغ اهم ديال المصطلحات اللي باللغة الفرنسية والعربية يعني شنو يعني بيان سيغ المصطلحات العربية الترجمة ديالهم بالفرنسية حاولوا تطلعوا عليه باش يعني تولفوا شوية هاد الامور. اوكي بيان دونك المتطابقات الهامة
المتطابقات الهامة. Bien sûr, les connaissances aux aides primes, bien sûr. Z ou Z prime. Mais c'est. Donc, bien sûr, parce qu'il y a Z. Z et Z prime. Je suis là. Z. Donc, Z prime. Je suis là. دونك هادشي غادي يبقى نفسو ما ساهل هادي دونك غندير لكم غير ديال الزيد باسكو هاديك ساهل اوكي دونك هادشي ساهل اوكي داكشي كتبت تعرف دونك غندير لكم مثلا ا زائد اي بي حتى تي هاد اي اللي بغيت نوريكم اوكي دونك ينتمي الى السي دونك تو سامبلومون يعني فاش كنقول زيد او كاري يعني ا زائد اي بي اس 2 يعني تو سامبلومون هي ا اس 2 زائد اي بي الكل اس 2 زائد اثنان أ ب إي بيان سوغ هنا إي أس اثنان كتساوي ناقص واحد يعني غتعطيك أ أس اثنان ناقص ب أس اثنان أوكي زائد اثنان إي أ بي أوكي بيان نفس القضية مع بيان سوغ فاش كتكون عندك ناقص زيد أولا بيان سوغ باغ إكزومبل زيد باسكو درتو ليكم هنا بليس دونك غندير ليكم مثلا إكس ناقص إي إكغيك أس اثنان دونك شو سامبلومون راه هي اكس اس 2 زائد ايغريك اس 2 باسكو هنا لاحظوا معايا هنا علاش درت موان باسكو اس اي اس 2 كتساوي ناقص واحد ولكن كاينه زائد ولكن هنا غتكون عندي واحد ناقص دونك نو 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 اتونسيون باسكو هنا اوسي ناقص هنا اللي غتكون ناقص ناقص 2 اي ابي او لا اكس ايغريك متفقين تحاول تزرب مي اتونسيون ردوا البال باسكو يعني لي اوس 2 وي وي عندنا ناقص بيان اوكي سي تكون ناقص باغ اكزومبل فاش كنقول اكس زائد اي ايغريك ونضربو في المرافق ديالك يعني اكس ناقص اي ايغريك تو سامبلومون راه قلنا هو اكس اوس 2 زائد ايغريك اوس 2 وي ولا بيان تخي بيان بيان سيغ فاش كنقول مثلا اي اوس 2 قلنا اي اوس 2 كتساوي ناقص واحد دونك فاش كنقول مثلا اي اس 4 كتساوي كوا لاحظوا معايا من اي اس كان هنا كتحاول تزبد اي اس 2 يعني هي اي اس 2 الكل اس 2 تو سامبل مول سي كنت تعرف يعني هي ناقص واحد الكل اس 2 يعني كتساوي واحد اوكي بيان نفس القضيه لكل ان ينتمي الى ان كنكتب لكم تحت شويه هادشي سهل اي اس ان كيساوي بيان سيغ غنسد ان وغنقسمو على على اثنان بيان سيغ غيعطينا واحد الخارج اف واحد الكوسيو او واحد الخارج كي وواحد الباقي اغ يعني الغيست الكوسيو هو الخارج ولو غيست هو اغ دونك يعني ان كتكتب على الشكل دو كي زائد اغ اوكي بيان دونك بيان سيغ هاد اغ غيكون سوا واحد سوا صفر دونك هاد اغ سوا كيساوي واحد سوا كيساوي صفر باسكو لو غيست ديما خص يكون اصغر من اثنان دونك يعني غتعطيك اي اس كوا دو كي زائد اغ يعني كتساوي اي اس اثنان الكل اس كي في اي اس اغ هاد اغ قلت لكم سوا صفر سوا واحد الا كان كيساوي صفر يعني اي اس صفر راه هي واحد تو سامبلومون اوكي بيان الا كان كيساوي واحد راه غتبقى لك اي اس اي تو سامبلومون هنا بيان سيغ غتعطيك اي اس اثنان يعني ناقص واحد ناقص واحد اس كي دونك هاد كي هو اللي غيتحكم لك في الاشاره كي الا كان زوجي يعني كي كتكتب على شكل دوكا كي ينتمي الى زد ولا كي يساوي او لا ينتمي الى ان باسكو يعني انا ناقص ما هي اونتي على اونتي دونك او عدد صحيح طبيعي على عدد صحيح طبيعي كي كتساوي دوكا زائد واحد الا كان كتكتب على شكل دوكا راه كيكون زوجي لكن كي تكتب على شكل دوكا بليس 1 كيقول فردي اوكي يعني هذاك الشيء علاش كنكتب بيان سيغ ناقص واحد اسكوي غنشوف بيان سيغ كي هو الزوجي ولا فردي كان زوجي دونك غتبقى لي واحد كان فردي ناقص واحد غتبقى لي في اي اس ار بيان سيغ بيان دونك شنو تكون فهمتوا معايا حيت الامور واضحه المعيار عدد حقيقي بيان سيغ ما كاينلاش نكتبو ولا ماشي مشكل دونك نحاول ندير لكم مثال غنمسح هنا وندير لكم شي مثال اوكي